في 26 من شهر تشرين الثاني من عام 1974، أي قبل نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، تأسست رابطة الشغيلة وظهرت للعلن كتنظيم حزبي متكامل كان له الوقع والصدى القوي على الساحة السياسية اللبنانية آنذاك. وجاء ظهور هذا التنظيم كثمرة لسلسلة حوارات ولقاءات بين مجموعة من الطلاب الذين كانوا يدرسون في الجامعات في مطلع السبعينات، وكانوا في الغالب يتحدرون من منابت وأحزاب وتنظيمات مختلفة، ولاسيما حركة القوميين العرب أو المنظمات المنبثقة عنها، وخصوصا الجبهة الشعبية. وتشكلت الهيئة التأسيسية للرابطة من المهندس ظافر الخطيب، عبد السلام عبد الله، وليد الجودي، عادل خداج، وحميد العبد الله. الظروف اللي حكمت تأسيس الرابطة، هناك 4 عوامل أساسية شكلت الإطار العام أو الخلفية العامة في سياقها جاء تأسيس رابط الشغيلة. العامل الأول هو الأزمة الاقتصادية. معروف أنه بدأت تعصف الاقتصاد اللبناني أزمة يعني ندرها وطلعها عبر عنها إفلاس بنك أنترا 1966، وجرى رصد يعني عناصر هذه الأزمة والتعبير عن الاحتقانات اللي تنطوي عليها في كتاب الدكتور محمد عطلة والدكتور يوسف الصايغ اللي حمل عنوان نظرة ثانية في الاقتصاد اللبناني. أيضا المؤتمر حزب الكتائب اللي عقد في شتورة تحدث عن هذه الأزمة الاقتصادية وكيف تهدد الطبقة الوسطى في لبنان. أيضا جرى التعبير عن هذه الأزمة من خلال ظاهرة أخرى ثالثة، هي نتائج الانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الجامعة اللبنانية. معروف أنه كان يتنافس على سيطرة فريقين، فريق اليساري اللي ممثل أنذاك في الحركة الوطنية، والفريق الآخر هو تحالف الكتلة الوطنية، حزب الوطنيين الأحرار وحزب الكتائب. في تلك الفترة معروف أنه نشأ فريق آخر من خارج التكتلين الرئيسيين اللي هو جبهة الوعي أو حركة الشباب. وكان البلد عم بيضج بنقاشات، بيروت حاضرة المثقفين العرب. الرابطة في هذه اللحظة ولدت ضمن إطار مشروع توافقوا عليه اللي أسسوها بصفتها حلم ببناء حزب شيوعي عربي موحد جديد يقدم يعني رؤيته التجديدية التغييرية للحركة اليسارية من جهة، ومقاربته الجذرية الراديكالية في التعاطي مع الصراع العربي الإسرائيلي من جهة تانية، بصفته خيار مؤمن بجذرية الكفاح المسلح ومؤمن بالوحدة العربية. وبهالمعنى أيضا لعبت مثل ما أن الظروف الأخرى الفكرية على المستوى العالمي جمعت هذه العوامل تولد يعني نوع من القناعات لدى مجموعة من الشباب. بالأساس كانوا من حركة القوميين العرب والقوى السياسية اللي انبثقت من الحركة، وبالتحديد الجبهة الشعبية. يعني العناصر اللي شكلوا القيادة الأولى للرابطة، يعني أول قيادة للرابطة، كانوا الكل أصولهم جبهة شعبية. بالأساس كانوا حركة قوميين، في جزء منهم كان حركة قوميين عرب، وجزء آخر يعني انتسب إلى الجبهة الشعبية اللي هي من يعني تفرعات حركة القوميين العرب. جاءت ولادة رابطة الشغيلة كإطار سياسي في ظروف بالغة الدقة على الساحة اللبنانية وفي المنطقة. كانت مؤشراتها قد بدأت بالظهور مع الصدام الذي حصل بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية عام 1973، ومع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت أعراضها قد بدأت تظهر في تلك المرحلة، فضلا عن العامل الأهم في مبررات وجود الرابطة، وهو المتمثل بالمآخذ الكثيرة التي كان يسجلها أركان الرابطة على أحزاب الحركة الوطنية لجهة المنهج والأسلوب الذي كانت تعتمده في طرح ومواجهة القضايا. فكان أن طرحت الرابطة البديل الثوري،
وكان المحرك العملي للحوارات والمؤسسة الفعلية لرابطة الشغيلة الشاب المتحمس المهندس ظافر الخطيب، إلى جانب القيادي البارز في الجبهة الثورية لتحرير فلسطين المنشقة عن الجبهة الشعبية حميد العبدالله المعروف بأبي حسين. إذا رجعنا إلى القيادة التأسيسية في الرابطة، كان في اثنين من قيادة التأسيسية من أصل خمسة اللي هن ظافر ووليد الجردي، كانوا هول اثنين شباب بالجامعة الأمريكية وبالجناح الطلابي للجبهة الشعبية في الجامعة الأمريكية. أنا تعرفت عليهم لأنه طبعا أنا كنت بالجبهة الشعبية، تعرفت عليهم من خلال الجبهة الشعبية، وبالتالي يعني التقينا على الأفكار والأراء. الرفاق الآخرين لعادل خداج اللي هو شاعر زجل، وأيضا عبد السلام عبد الله اللي هو عامل كان في أحد المعامل، أيضا كانوا منتسبين للجبهة الشعبية، صار في تعرف. ففي سياق هذا التعرف كان ظافر محرك لعملية التفاعل والضابط الارتباط اللي يعني اشتغل على توطيد العلاقة بين هذه المجموعة، وبالتالي تذويب الخلافات أو التباين وجهات النظر إذا كانت في وجهات نظر. طبعا كانت وجهات النظر يعني قليل الخلافات فيها، باعتبار أنه الكل كانوا في تنظيم واحد، يعني بمعنى الكل كان في الجبهة الشعبية، وبالتالي الجبهة الشعبية عندها برنامج، عندها رؤية. الجبهة الشعبية كانت تتبنى الماركسية، وأيضا هي من تنظيمات اليسار الجديد، كان عندها برنامج يدعو للكفاح المسلح، كان عندها برنامج كمان صنفت هي بين المنظمات المتطرفة بالمقارنة مع منظمة فتح ضمن منظمات منظمة التحرير. إذن ما كان في خلافات واسعة جدا، كانت في خلافات انطلاقا بعد الانشقاق، لما صار انشقاق، يعني لما خرجت هذه المجموعة من الجبهة الشعبية. بالتأكيد الخروج يعني معنا فيه له أسباب فكرية وأسباب سياسية. هل الرفاق كون كانوا أعضاء في الجبهة الشعبية، بمعنى ما بالضروري الكل كانوا متفقين على تقييم تجربة الجبهة الشعبية. ظافر لعب دور أساسي في توحيد الرؤية بين يعني الرفاق الخمسة اللي بادروا إلى التأسيس، وبالتالي أهم في تدويب الخلافات، ومن هون كان دوره أساسي في عملية التأسيس. ما حدا بيقدر ينكر أنه الرابطة إلى حد كبير في تلك الفترة ارتبط وجوده بشخص ظافر الخطيب. ظافر اللي كان أحد أبرز قادة الحركة الطلابية بالجامعة الأمريكية في بيروت، والجامعة الأمريكية على كل حال إلى تاريخ، يعني مع ولادة التنظيمات، الجبهة الشعبية ولدت ببيروت، الجامعة الأمريكية مع جورج حبش، وهالجمع الثقافي النخبوي العربي اللي عاش بالجامعة الأمريكية أتاح فرصة الحقيقة، إضافة لتجربة ظافر بالجبهة الشعبية قبل وما أنشأوا من علاقات وصداقات خلالها، إضافة إلى مشاركته بالعديد من المنتديات الخاصة بالحركات اليسارية الجديدة بما فيها بالخليج. الدور الأساسي اللي لعبه ظافر هو بالقدر اللي لعبوه المؤسسين اللي لعبوا المؤسسون الآخرون من خلال هذا التلاقي وصياغة تنظيم يلبي حاجات الساحة. الوطن محتل، كيف نحرر الوطن؟ فكان لظافر يعني بمقولاته واضح، تسليح أبناء الجنوب، المقاومة، حل مسألة التحرير إذا بتكون بهالأفق. طيب هاي المسألة تعبر عنها هي ذاتها لمن بـ 72 أنا كنت نائب، لكن ما كنت بعد التزمت برابطة الشغيلة، وبالصدفة التقيت مع أحد رفاق ظافر، كنت وقتها عم حضر موازنة في هذا الدار في هذا المكتب، التقيت بالأستاذ حميد العبدالله بعدني بذكر، سلم عرفني في ظافر وقال لي من رفاقنا اللي يعني معهن عم نعمل سويا من أجل إنشاء تنظيم رابطة الشغيلة وإنشاءنا. هو ظافر الخطيب ابن السياسي العريق والنائب الراحل أنور الخطيب، ولد عام 1951 وتربى على قيم الحرية ومفاهيم العدالة الاجتماعية والمناقبية الصارمة في التزام المبادئ. شارك في شبابه في نضالات الحركة الطلابية، وكان من قادتها البارزين خلال سنوات دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت، كما انخرط في النضالات الجماهيرية
فعرفه أبناء الأحياء الشعبية وعمال المصانع وفلاحو الجنوب والبقاع وعكار، عرفوه مناضلا في سبيل حقوقهم، وكانت له مساهمة فاعلة في التحركات الوطنية والنقابية التي تصدت للسياسة الاجتماعية الجائرة خلال فترة السبعينات، ووقفت ضد سياسات الحكم اللبناني المتهاونة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. بدأت أتعرف على ظافر كثمرة حركة كان حصل بيني وبين تفاعل في مناخ وطني قومي، باعتبار أنه أنور الخطيب الوالد كان واضح الهوية القومية والناصرية في التحديد. مع ظافر بدأت يعني منظومة القيم الفلسفية اللي تفاعلت أنا وياه فيها قبل أن ألتزم بالعملية التغييرية. أنا كنت في السياق تفاعلي مع ظافر، وكان أصغر مني سنا طبعا بما يزيد عن 10 أو 12 سنة، وكان يعني ظافر في حينه يطرح تساؤلات فلسفية بدءا بمسألة الوجود انتهاءا بالقضايا الحياتية الميدانية. فينا نقول في صفتين ثلاث صفات أساسية، يعني الصفة الأساسية الأولى أنه كان عنده قدرات فكرية ممتازة جدا، كان أيضا الصفة الثانية عنده قدرات قيادية ممتازة جدا، الصفة الثالثة كان عنده قدرات على التفاعل مع الناس، يعني بمعنى ما يعني ضرب عمال غندور، ضرب مزارعي التبغ، الإشكالات اللي صارت في منطقة الحدود مع الإسرائيليين في وقت مبكر ومع السلطة اللبنانية باستمرار، كان ظافر الخطيب من ضمن العناصر القليلة جدا من الأحزاب اللبنانية اللي كان متواجد بين الناس، يعني يشارك في المظاهرات، يشارك في الاعتصامات، بيتصدى لأعمال القمع اللي استهدفت هذه التحركات. وبهالمعنى يعني كان هو قائد بكل ما في الكلمة من معنى، بمعنى نادر عادة في حركات العمل السياسي يكون في نوع من الدمج بين الممارسة والنظرية، يعني في ناس بتحكي من وراء مكتب أو بالصالونات، نادر من يقرن القول بالفعل. ظافر كان من الشخصيات القليلة جدا اللي ما في مسافة بين القول والفعل، ما هو ما يقتنع فيه يسعى لممارسته بشكل دقيق وبشكل أمين. رغم الدور المحوري والقيادي الذي لعبه ظافر الخطيب، إلا أن رابطة الشغيلة كانت تؤمن بالعمل الجماعي، ومن هنا اعتمدت في هرميتها التنظيمية مبدأ القيادة الجماعية التي تمثلت باللجنة المركزية، وهذه اللجنة اعتبرت أعلى سلطة في الرابطة، وكانت هي منبع ومركز القرار، وكان عدد أعضائها يتغيرون وفقا للظروف على ألا يقل هذا العدد عن 9 أعضاء. كان في لجنة مركزية، اللجنة المركزية هي قيادة جماعية، وبهذا المعنى اعتبرنا نوع من التحريف أو نوع من البدع، يعني استحداث منصب أمين عام أو رئيس للحزب، ولابد من يعني السير في خط استحداث منصب أمين عام أو رئيس حزب لابد أن يؤدي إلى نتائج سلبية، لأنه التجربة عم توضح أنه مجرد ما تعطي صلاحيات معينة وعادة تعطيها لشخص متميز يجري الاستناد إلى هذه الصلاحيات وإلى هذا التميز لإلغاء الآخرين، وبالتالي تبدأ تنشأ مشكلات يعني إلها أول ما إلى آخر. من هون كان في يعني مراجعة لهذه التجربة، وبالتالي تأكيد على العمل الجماعي. منذ بروزها على ساحة العمل الوطني اعتبرت رابطة الشغيلة من وجهة نظر معينة كأكثر التنظيمات الوطنية تطرفاً، وطرحت بوضوح ودون ما مواربة ضرورة إسقاط النظام اللبناني القائم، وقد عبرت عن هذه التوجهات
في وثائقها الأساسية المرفقة في بيانها التأسيسي، والتي تضمنت البرنامجين السياسي والزراعي. آمنت رابطة الشغيلة بجملة من الأهداف والمبادئ حددتها في برنامجها ووثائقها على المستويين اللبناني والعربي العام، ويمكن تلخيصها بما يلي: إحداث تغيير جذري في النظام اللبناني عبر إسقاطه بالعمل الثوري توصلاً لإقامة النظام الاشتراكي، فكرة السلطة الشعبية المباشرة، الاشتراكية النابعة من الماركسية الحقيقية القائمة على إعطاء السلطة للمنتجين مباشرة لا على الطريقة السوفيتية، الوحدة العربية التي لا أهمية من دونها، جمهورية عربية مركزية غير متجزئة تؤمن بالاشتراكية، تحرير الوطن العربي من كل أشكال السيطرة والهيمنة، نبذ الطائفية والشعارات الطائفية، التحالفات السياسية التي لا يمكن من دونها لحزب وحده أن ينجز عملية التغيير، إنما فقط مع القوى غير الإقطاعية والرأسمالية. على هذه الأسس انطلق العمل السياسي لرابطة الشغيلة، لكنها لم تلتقي على الإطلاق مع القوى اليسارية السائدة آنذاك، إذ كانت الرابطة لا ترى في برنامج هذه القوى خشبة الخلاص، وكانت تتهمها بالتردد وعدم حسم الخيارات، بينما كانت الرابطة تؤمن بالتغيير الجذري الشامل عبر العمل الثوري. فإذا بالرابطة ضمن خارطة القوى السياسية والحزبية على أقصى يسار اليسار. بإحدى الجلسات في المجلس النيابي بال74 طرحت الكفاح المسلح وسيلة للتغيير، وكان وقتها مجال استهجان عند البعض في المجلس النيابي. ومفيد بهذا السياق أن يشير للخطة الاستراتيجية اللي تبنتها رابطة الشغيلة في مسألة التحرير. قلنا كانت طارحة مسألة التحرير، مسألة الوحدة يعني، ومسألة التغيير. في مسألة التحرير بالمجلس النيابي في إحدى الجلسات كان تعبير عن موقف رابطة الشغيلة في المسألة الوطنية، وهذه الجلسة عقدت في 12/2/74. ولأن رابطة الشغيلة لم تكن تؤمن أو تعترف بالنظام اللبناني وتدعو إلى تغييره جذريا، فقد اتخذت قرارا حاسما هو عدم التقدم لدى السلطات اللبنانية بطلب ترخيص، معتمدة العمل السياسي الثوري خارج إطار المفهوم الشرعي التقليدي. خلافا لباقي القوى الوطنية، كانت رابطة الشغيلة تؤمن بحتمية الحرب، وترى بوضوح أنها واقعة لا محالة، رغم أن اليسار كان يرى احتمالات وخيارات واسعة لتجنبها. لذلك انصرفت الرابطة منذ بداياتها إلى إعداد نفسها لخوض الحرب، فأقامت أول معسكر تدريب سري في منطقة وادي كفر متة، وهو أول معسكر من نوعه. ورغم تدريب مقاتلي الرابطة على مختلف أنواع الأسلحة التي حصلت عليها كهبات من المنظمات الفلسطينية، كان يشرف على عمليات التدريب قياديو الرابطة أنفسهم من دون الاستعانة بأية عناصر أخرى. عمليا الميليشيات اليمينية كانت بدأت بالتكون من 71-72 تسليحا وتدريبا وتنظيما، واعتبرت الرابطة مع أحداث انتفاضة صيدا بعد اغتيال الشهيد معروف سعد أنه البلد قادم على حلقة عنف، كان في محاولة لإعطاء هذا العنف طابع طائفي. أساسا التنظيم يطمح بأن يكون ثوريا، ويحمل أي تنظيم عادة داخل الحزب
آثار وموروثات المجتمع اللي بينشأ فيه. وبالتالي من حيث المبدأ أن يفكر ظافر وحميدي مخايل وسواهم وزاهر بأن ينضم إلى رابطة الشغيلة، فهذا يعني أنه القضية بتفترض تنظيم، وأهمية التنظيم مقولة أقرتها تجارب الشعوب كلها. التنظيم هو يعني الوسيلة التي تنقل من ضفة النظرية إلى ضفة التطبيق العملي برنامج. إذن هو هذا القارب إذا شئت كما عبر عنه، أو هذا الجسر بين ما هو نظري وبين ما هو تطبيقي. كان في رهان عند الرابطة كمجموعة يسارية ثورية عشية الحرب الأهلية أنه يمكن عن طريق المشاركة في الحرب تعديل اتجاهها لتصبح حربا للتغيير السياسي الثوري، ينتهي بإقامة نظام ديمقراطي شعبي في لبنان معادل لإسرائيل، علماني بحقق مجموعة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية في المجتمع اللبناني وبنية النظام اللبناني. اندلعت شرارة الحرب اللبنانية مع حادثة بوسطة عين الرماني عام 1975، وبدأ ما عرف بالبداية بالجولات المتنقلة. ورغم ميل القوى الوطنية آنذاك إلى اعتماد الحوار والخيار السلمي واستمرار الإيمان بإمكان تجنب الحرب، إلا أن رابطة الشغيلة بقيت مقتنعة بحتمية الانفجار الكبير، فنشرت ضمن إمكانياتها مقاتليها على الجبهات التي برزت وخاضت أول مواجهة على جبهة عين الرماني بعدما استنفرت جميع مقاتليها. كان المصدر الأساسي للسلاح هو المنظمات الفلسطينية. طبعاً أنا بالأساس قلت أنا أنه هي الرابطة امتداد يعني، أو هي جزء من الجبهة الشعبية، بمعنى كل عناصرها كان لديهم أسلحة انطلاقاً من انتمائهم. وأيضاً فيما بعد حصلنا على مزيد من السلاح لأنه كانت المنظمات الفلسطينية كلها مستعدة تتبرع بالأسلحة، لأنه كانت بحاجة أنه يكون في ظهير لبناني مساند إلها في المواجهة، خاصة معروف أنه كانت المواجهة بلشت بشكل مبكر يعني على كوع الكحالة، ومعروف التتمات الأخرى. مع اشتداد حدة المعارك وتوسع جبهات القتال خلال محاصرة مخيم تل الزعتر الفلسطيني من قبل قوات حزب الكتائب ونمور الأحرار، رأت رابطة الشغيلة أن الحرب بات لها أبعاد طائفية، فآمنت بضرورة توجيه ضربة للتوجه التقسيمي بعمل ثوري غير طائفي للإسهام في فك الحصار عن تل الزعتر. وعلى هذا الأساس بدأت التحضير للعملية. بدأ عناصر من الرابطة بمهمات استطلاعية على المحور الممتد من الطيون حتى المطاحن، وكان ظافر الخطيب نفسه قائداً لإحدى المجموعات. وفي العاشر من كانون الثاني 1976 كان ظافر الخطيب يقود مجموعته في مهمة استطلاعية اعتيادية، فاصطدم بمجموعات من مقاتلي حزبي الكتائب والأحرار على محور المطاحن، ودارت معركة مباشرة دفع فيها ظافر الخطيب حياته ثمنا لما آمن به واستشهد في أرض المعركة. كان شعار الرابطة شعار الحسم العسكري وأنهاء القتال بأفق غير طائفي، وتحت هالشعار استشهد ظافر الخطيب سنة 76، اللي هو أحد كبار مؤسسي الرابطة فكريا وسياسيا وتنظيميا. بالتأكيد أنه استشهاد ظافر كان ضربة قوية جدا، خاصة على المستوى القيادي، باعتبار ظافر كان ديناميكي
كان يتمتع بوعي وكان يتمتع بشخصية قيادية يعني، وبعمل خاصة في البلدان اللي فيه إمكانية للعمل العلني مش العمل السري والعمل الجماهيري الواسع. لا يمكن يكون في عمل حزبي ناجح بدون زعامات، بدون قيادات، بدون رموز. للحقيقة كانت في تجربة الرابطة الرمز الوحيد اللي قادر يلعب هذا الدور هو كان ظافر، لذلك استشهاد ظافر أثر سلبا من هذه الزاوية. ولكن لجهة تسيير العمل وإدارة العمل كعمل قيادي بالأساس يعني في قيادة جماعية، جرى يعني استدراك بتوسيع القيادة. كانت القيادة يعني خمسة ووصلت يعني وصل العدد إلى تسعة، بمعنى أضيفت عناصر أخرى لا تكمل يعني لا تحاول تسد هاي الثغرات أو النقص اللي كان موجود. هكذا وجدت رابطة الشغيلة نفسها ولم يتجاوز عمرها السنتين من دون ملهمها وأبرز مؤسسيها. وما كان لمثل هذه الضربة الموجعة أن تمر من دون خسائر كبيرة على الرابطة، رغم مبدأ القيادة الجماعية الذي اعتمدته. فبعد مرور أقل من عام على استشهاد ظافر الخطيب، تعرضت رابطة الشغيلة لانقسام خطير أواخر عام 76، مع انشقاق القيادة الجماعية إلى قيادتين وانسحاب هذا الانقسام على الخلايا نفسها التي انقسمت بين فريقين. وكان من أبرز من قادوا حركة الانشقاق محمد صفا، محمود حيدر، وعادل خداج، ومعهم عدد آخر من القياديين غير اللبنانيين، وتحولت الرابطة إلى رابطتين. نشأت خلافات داخل الرابطة حول تقييم وسائل العمل، أدوات العمل. يعني يمكن الخلاف المباشر اللي عمل الانشقاق مباشرة هو خلاف على أنه نصدر جريدة يومية ولا ما في إمكانية نصدر جريدة يومية. قادرين نوفر مستلزمات الجريدة اليومية وخاصة مستلزمات التوزيعية ولا ما أننا قادرين؟ هي النقطة المباشرة. لكن بالتأكيد إضافة إلى الخلاف حول الجريدة اليومية، كانت في خلافات أخرى تتعلق بكل تقييم إمكانية والرهان على قدرة الرابطة على الاطلاع بالبرنامج والرؤية اللي وضعتها لنفسها. لأنه الرابطة من البداية كانت تراهن عن أن يكون لها دور قيادي في الساحة، انطلاقا من تقاعس القوى الأخرى وانطلاقا من أنه حيوية الصراع والتناقضات اللي موجودة في الساحة. لما صارت الانتكاسة وما هذا الدور ما قدرت تطلع فيه الرابطة، بالتأكيد في ناس طرحت سؤال، إذا ماذا بعد؟ هل هالمشروع جدي؟ هل هالمشروع له آفاق؟ هل إلى آخره؟ بدأ يصير في نقاشات تبلورت إلى تكتلين، ونجم عنها التكتلين انشقاق إلى فريقين. حصل نقاش، وهذا النقاش اتطور عند نقطة البحث في مدى مسؤوليتنا الذاتية عن قصور ما. هذا القصور ربما يكون على الصعيد الفكري وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد النضالي، على صعيد أشكال العمل الجماهيري اللي اعتمدناها في تلك المرحلة. فكان في فريقين، في فريق بيقول لا، انه في عقدة موضوعية اكبر بكتير من طاقتنا على التعاطي مع الواقع القائم، وراح على مناقشة تقنيات العمل. وفي فريق تاني بيقول لا، نحن عنا تقصير فكري سياسي اعلامي نضالي، ما استخدمنا كل ما هو متاح من أدوات التأثير في توازن القوى. حصل الانشقاق عند هذه النقطة، لكن طبعا تكفلت الحياة فيما بعد بحسم الأمور، أنه الفريق اللي خرج من الرابطة واللي هن مجموعة مناضلين يعني احتفظوا بنقاء الوطني واحتفظوا بمناقبيتهم و بمواقعهم القائمة على مبدأ التضحية الطوعية اللي هو مبدأ رافق حياة الرابطة تاريخيا، لكن فرطوا التشكيل السياسي اللي كانوا أقاموه ما بعد الانشقاق مباشرة، واستمرت الرابطة بتركيبتها المعروفة. مع انقسام رابطة الشغيلة إلى رابطتين ضمر دورها وتراجع حضورها على الساحتين السياسية والعسكرية، واقتصر دورها على تسجيل المواقف المعترضة على إدارة قوى الحركة الوطنية للحرب وللمناطق الخاضعة لسيطرتها. وطرحت الرابطة حينها برنامجا انتقاليا يقوم بالدرجة الأولى
على إقامة مجالس أو لجان منتخبة من قبل مؤتمرات شعبية تتولى الإشراف على حل مشكلة الأمن وإدارة المرافق الاقتصادية المعطلة لتوفير العمل والخدمات للمواطنين. لكن كل هذا لم يمنع استمرار النزف داخل الرابطة. ما بعد 77 تجربة نخبوية سابحة في عكس التيار، كان من الطبيعي أنه تحدث حالة من النزف، يعني ما وقفت الأمور عند حدود خروج الشباب اللي طلعوا بالانشقاق، يعني بخلاف بوجهات النظر حول تقييم تجربة 76 75. أيضا توالت يعني عمليات النزف في تلك المرحلة. مع دخول الجيش العربي السوري إلى لبنان ضمن إطار قوات الردع العربية لوقف دورة العنف والقتال بين اللبنانيين، عارضت رابطة الشغيلة بقوة هذا الدخول ووقفت ضده. لكن هذا الموقف انقلب تماما بعد زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى دمشق والخلاف مع الرئيس حافظ الأسد، بعدما أعلن السادات عزمه على زيارة إسرائيل وإبرام اتفاقية صلح معها، وهو ما عرضه الأسد بحزم آنذاك. كانت عندنا شكوك الدخول السوري على لبنان الهدف منه ضرب المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها باعتبارها عقبة في وجه التسوية حتى يصبح الطريق ممهد لإنجاز تسوية. الرابطة طبعا كانت معارضة للتسوية، يعني المناخ يعني، والرابطة لا زالت إلى الآن يعني تدعو إلى يعني حدود 4 حزيران وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم في 48، مش التعويض أو توطينهم بكندا أو بالعراق أو في أي مكان آخر. كانت تقدير الرابطة أنه جميع التسويات في تلك الفترة وفي ظل موازين القوى لن تنتزع هذه الحقوق، وبالتالي كان عندنا ريب أو كان عندنا شك أنه الدخول السوري الهدف منه بالأساس هو ضرب المقاومة الفلسطينية حتى يتم التمهيد لإنجاز التسوية. اللي تبين لما زار السادات دمشق عشية زيارته للقاهرة زيارته للقدس، بين أنه الصورة مش بهالتوقع، يعني سوريا وإسرائيل سوريا ومصر في طريقين متعاكسين أو على الأقل في افتراق، التقوا على الحرب بخلفيات مختلفة، والآن كل فريق مصر تسير في طريق التسوية، سوريا تسير في طريق آخر. لذلك بعد زيارة السادات مباشرة عقدنا مؤتمر في منطقة اسمها البؤ في منطقة صور، لأنه كنا في تلك الفترة طالعين من بيروت لأنه كان الصدام مع السوريين، وأعلننا في هذا المؤتمر إعادة النظر في الموقف من سوريا. ومن تاريخ هذا المؤتمر بدأت تتحسن العلاقات مع سوريا. مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1978 ومع صدور القرار 425 والانسحاب الإسرائيلي الجزئي فمجيء قوات الطوارئ الدولية إلى لبنان، اتخذت رابطة الشغيلة موقفا متمايزا في هذا الصدد، إذ كانت ترفض الانسحاب على النسق الذي تم، واعترضت على دور القوات الدولية، ووصل هذا الاعتراض إلى حد المجابهات معها، إذ كانت الرابطة تؤمن بالعمل المقاوم ضد الاحتلال حتى النهاية. مشاركة الرابطة في القتال ضد العدو الإسرائيلي كانت مشاركة أساسية، لكن ولا مرة سعينا وبقرار مسبق لتسويق هذه المشاركة والاستثمار عليها سياسيا. يعني سنة 78 وقت اللي وقع الاجتياح الصهيوني للجنوب كان لمقاتلي الرابطة اللي هن كناية عن شباب كنا نستدعيهم تطوعا في لحظة انفجار الأزمة، يعني ما كان عندنا ثكنات ومواقع لأنه كنا ضد هذا الشكل الانكشاري بالعمل المسلح اللي لجأت له بعض التنظيمات
أو معظم التنظيمات، وهذا الشكل الانكشاري كان بده يملي الارتباط بجهة ممولة، لأنه إذا بدنا نعمل معسكر أو ثكنة أو نتبع مبدأ الرواتب والتمويل، معنى ذلك أنه في ارتهان لإرادة خارجية، وبالتالي سنفقد الاستقلال السياسي اللي نحن متمسكين فيه على صعيد قرارنا وحركتنا. بدأت الأحداث بأطراف الجنوب المتاخمة للحدود بمجزرة حنين وببعض عمليات الاغتيال بنت جبيل، انتقلنا إلى بنت جبيل مع مجموعة من المقاتلين والقوى اليسارية القريبة من خطنا، تشكل ما يسمى بالقوات الثورية المشتركة اللي أنا كنت المشرف السياسي عليها، كنا بحدود 100 مقاتل. خضنا مجموعة عمليات ضد قوات الاحتلال على طول الخط الحدودي، وكانت تجربتنا بتلك الفترة عمل استباقي ساعدنا بلعب دور مهم أثناء الاجتياح عام 78، بحيث أنه بقيت على رأس يعني مجموعة من المقاومين من كل التنظيمات الحقيقة لتأسيس أول تجربة مقاومة حقيقية خلف خطوط الاحتلال، تمكننا فيها من إرباك قوات الاحتلال خصوصا بمنطقة صور أو مكان يسمى بالقطاع الأوسط، بعمليات بعيتيت بقانا بالبازورية ببرج رحال، اللي رتبت فيما بعد قدرتنا على التدخل في دفع تطبيق القرار 425، وهي يمكن صفحات منسية في تاريخ الأحداث في لبنان. سنة 78 نحن سقطنا رفاق شهداء في معارك مع الاحتلال الصهيوني، لما فرغت مدينة صور من المقاتلين وانسحبوا الجنرالات اللي كانوا وقتها على رأس قوات منظمة التحرير واللي كانوا عم يفرضوا سلطة البيروقراطية الهامشية لإدارة الحركة الوطنية في تلك المرحلة، كلهم كانوا خارج المدينة، لكن كان في بضعة شباب من رابطة شغيلة مقررين يستشهدوا، ومعن كمية من المقاتلين ضئيلة جدا، لكن تصدت للقوات الإسرائيلية والتحمت فيها ووقفت على خط الأسمية بمواجهة العدوان الإسرائيلي. في العام 1982 تاريخ الغزو الإسرائيلي الواسع للبنان والذي وصل إلى العاصمة بيروت، لعبت الرابطة دوراً مميزاً مع باقي الأحزاب والقوى الوطنية في عمليات التصدي للاحتلال الإسرائيلي، ونشطت مجموعات من مقاتلي الرابطة على تهريب الأسلحة من منطقة إلى أخرى للقتال ضد الاحتلال. نحن سعينا خاصة بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين إلى تجميع الأسلحة التي تركت، يعني اللي خلفوها، سعينا لتجميع عدد كبير من القوى والعناصر والمجموعات بما فيها بعض المجموعات اللي لعبت دور أساسي تأسيس الحيل الإسلامية، وأيضا هذا يعرفوه تماما، من أجل تنظيم خطوط دفاعية عن بيروت. كان لدينا القناعة المطلقة أننا قادرين على تحويل بيروت ستالينغراد، وهذا الكلام قلناه صدفي، يعني شفنا ياسر عرفات بأحد شوارع الفيكاني أثناء القصف، فبتذكر ويومها كان معنا كاميرا وكان عندنا جريدة صورناه وعممت الصورة على كل الصحافي بتلك الفترة. بذكر وقفت مسكته أنه أبو عمار نحن قادرين على الصمود، ونحن بنعرف بنية فتح وبنية المنظمات الثانية، وما حدا بيقدر يعني يقول أن ليس لدينا إمكانات، بدنا إياك تعمل ستالينغراد. طبعا يوم رفع إشارة النصر وستالينغراد وإلى آخره، أقصد كان عندنا إيمان مطلق، وكنا كانت الإذاعة آنذاك أيضا صوت الثورة العربية بالإضافة إلى صحافتنا اللي كانت تصدر، كنا نجيب ماذا يدور في الكيان الإسرائيلي. كان يوم قائد لواء جولاني اللي رفض اقتحام بيروت بحساب عسكري دقيق، بيقول في 25,000 مبنى، إذا في كل مبنى دفعنا إصابة واحدة فسيدفع الجيش الإسرائيلي 25,000 إصابة، وهذا أكبر كثير من قدرة إسرائيل، وقدم استقالته ورفض، معروف في الواقع. فكنا ندرك تماما نحن بأن لو تبلورت قدرة يعني استعدادات حقيقية للمقاومة في تلك الفترة، الإمكانات والتدخير والتمويل وعدد المقاتلين بيجيز أنه نصمد، وبيجيز أنه نحول بيروت لمقبرة للإسرائيليين، وبيجيز أنه نبدأ بتحقيق انتصارات من تلك الفترة، لكن القيادة السياسية راحت باتجاه آخر اللي جرى. وقت لعبنا يعني
دور قوة الصدم والمواجهة في أكثر من موقع بالشراكة طبعا مع مقاتلين آخرين، مقاتلين من حركة أمل، مقاتلين من الاتحاد الاشتراكي العربي، مقاتلين من حزب العمل الاشتراكي العربي، مقاتلين بشكل رئيسي من حركة فتح اللي صاروا فيما بعد ما سمي بحركة فتح الانتفاضة، يعني كان على رأسهم أبو موسى وأبو خالد العملي وأبو مجدي اللي هن كانوا مجموعات القتال الأساسية اللي تصدت من الكم الهائل من المقاتلين الفلسطينيين. كان نلاقي مئات الشباب اللي ماخدين قرار المواجهة حتى الاستشهاد. بمعركة خلدي كان في مشاركة للرابطة، بمعركة الأونسكو كان في مشاركة للرابطة، بمعركة كنيسة مار مخايل كان في مشاركة للرابطة، بمعركة المطار كان في مشاركة للرابطة. وأكاد يعني أقول أنه في لحظات يمكن يكونوا شبابنا لحالهم ببعض المواقع عم يستخدموا أسلحة خلفوها المقاتلين اللي انسحبوا وأخلوا مواقعهم، لكن نحن لم نستعرض في هذا المجال. من المشاركات البارزة المعارك اللي بدأت بإقليم الشحار وبالجبل، كان في دور أساسي للرابطة، وهذا أمر يعرفه جميع الذين قاتلوا من الطلقات الأولى إن بالتسليح أو بالمشاركة المباشرة. أيضا في منطقة صيدا وفي منطقة الزهراني كان لنا مشاركة وسقط لنا شهداء بعمل المقاومة. وخلال المرحلة اللاحقة وبعد الانسحاب الإسرائيلي إلى الشريط المحتل أيضا كان لنا دور، وأعددنا فصيلا للعمل المقاوم فصيلا متفرغا، وجرى تدريب لهذا الفصيل ودرب بعض الرفاق بقواعد حزب الله وشاركوا بإقليم التفاح، وهذا أمر تعرفه المقاومة الإسلامية بصورة جيدة. ونفذت عمليات ولدينا وثائق بذلك، يعني قدم لنا من قيادة المقاومة أنه نفذوا الرفاق مجموعة من العمليات. لم نعلن عن تنفيذ عملياتنا أو عمل خاص باسم الرابطة أو فصيل عسكري، كان ذلك ناتج عن وعي وليس عمل عفوي. نذكر أنه بحقب من الحقب نشأ صراع حول الجنس الملائكي وكاد يؤثر على كل أداء وعمل مقاومة، وسقط لنا شهداء ونعيوا على يعني بأسماء قوى أخرى. رفضنا أن ندخل بازار النعي والنعي المضاد أو التسابق على هذا الجانب. انطلقنا من حقيقة نؤمن بها أن العمل المقاوم، كل مقاوم ذهب إلى العمل المقاوم ذهب بدوافع وطنية واجتماعية وقومية، ولم يذهب فقط بدافع التزامه السياسي أو التزامه الحزبي. خلال فترة حكم الرئيس أمين الجميل الذي كان قد بدأ بمفاوضات 17 أيار مع الإسرائيليين لتوقيع اتفاق صلح معها، والذي عارضته الرابطة بكل قوة. أنا يوم التصويت على اتفاق 17 أيار كنت سجين بعهدة نظام الرئيس أمين الجميل اللي مارس ديمقراطيته بحق إلى الآخر. يوم التصويت أنا أحضرت من سجن رومية إلى المحكمة العسكرية، ووجدت بانتظاري الرئيس أسعد جرمانوس اللي كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بمكتبه، وبحضور النائب محمود عمار والنائب الراحل دكتور جورج سعاد اللي جمعتني فيه فيما بعد صداقة لسيما بعد الطائف. في ذلك اليوم كان زاهر عم يرفض اتفاق 17 أيار، وأكيد كان موقف تاريخي يعني رفضه لهذا الاتفاق. وأنا كان عم بيساومني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أنه بطلع من السجن إذا بوافق على مبدأ مغادرة لبنان وعدم العودة إلى لبنان إلا بناء على إشارة من السلطة. طبعا وقتها بحضور هؤلاء النائبين رفضت، فكان عندي رفض من طراز آخر، لكن نحن بالأخير بنفس الخلفية ومن نفس الموقع. وقلت له وقتها للرئيس جرمانوس أنه أنا بتحديك وانت قدموني لمحاكمة، قال ما عندنا شي نحاكمك عليه، لكن أنت إذا طلعت بدك ترجع تخرب وتعمل مشاكل.
قلت له ما بعتقد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي تخريب. التخريب هو تسليم البلد للإسرائيلي، والموافقة على شروط إذعان إسرائيلية بدها تحكم أجيالنا عقود وعقود، وهذا ما رح يصير. في أعقاب تحركات وأنشطة الرابطة العلنية، تعرض عدد من أعضائها للتوقيف والاعتقال على يد أجهزة المخابرات التابعة للجيش اللبناني. وطالت حملة الاعتقالات مسؤولين كبارا في الرابطة كحميد العبدالله وغالب قنديل ومخاي العوض، بالإضافة إلى قياديين وعناصر آخرين. واستمرت فترة الاعتقال 10 أشهر كاملة، أفرج بعدها عن المعتقلين ونفي قسم منهم إلى خارج لبنان. دهموا البيت بحجة البحث عن أحمد الخطيب والبحث عن إرهابيين ببيت زهر الخطيب، تلك الحجة. مارسوا ممارسات لا يجوز أن تمارس بحق مواطن عادي، مش نائب ونائب عن الأمة وعضو مجلس نواب وابن أنور الخطيب وإلى آخره مما يقال. هددوا زاهر، وضعوا المسدس براسه، أنا ذاك الجرائد كتبت هذا الكلام. جرونا يعني بطريقة، أيضا بدناش نعمل بطولات بس الحقيقة هذه معروفة كيف جرى. نقلنا أولا إلى المحكمة العسكرية بسموها الغرفة السوداء، حطونا شيء 40-50 واحد بغرفة صغيرة يعني مترين ل4-5 أيام. ثم يعني أنجز سجن خاص ل11 شاب اللي اعتقلوا بهذه الحملة. سجن خاص كيف يعني عادة المعتقل بيأخذوا بحققوا معه 13-14 يوم حسب، بعدين بيأخذوا السجن مع كل الناس. نحن نقلنا وعلى ما أذكر إلى شقة بمنطقة الحدث، كان ساكن فوقها آنذاك أحد ضباط المخابرات اللبنانية، المكتب الثاني. أقفلت الأبواب يعني حصنت وأقفلت، نحطينا بكوريدور والحمام حده، كنا 11 الكوريدور اللي بين الغرف. لمدة شهر تداول علينا يوميا دوريتين من المكافحة وثلاث دوريات، معزولين عن العالم بالمطلق. السلطة آنذاك بدأت تواجه متاعب كبيرة، صارت انتفاضة وادي أبو جميل، صارت مجموعة من التحركات الشعبية الاحتجاجية، تظاهرة بئر العبد في مواجهة السلطة بعد اتفاق 17 أيار، والرفيق زاهر بدأ وكأنه قطب أساسي في هذه المعادلة الجماهيرية. آنذاك نشطت التحركات، يعني وقتها أنا بتذكر بعثت رسالة من السجن للرفيق زاهر بقول له شو صار معي بالمحكمة العسكرية، فبيتصل بالنائب محمود عمار بيستوضحوا التفاصيل، بيقول له النائب محمود عمار أنا مستعد أشهد معك بمؤتمر صحفي علني حول هذا الأمر. فبيروحوا الرفيق زاهر الخطيب والنائب محمود عمار سوا لعند الرئيس كامل الأسعد، كان وقتها رئيس مجلس النواب، بيقول له زاهر الخطيب أنه صار تصرف منافي للدستور وللقوانين، أنا بنذر بتحويله إلى فضيحة شاملة لهذا النظام، لجمهورية الموز اللي عم تقيموها لصالح إسرائيل في لبنان. في تلك الفترة توثقت العلاقات بين رابطة الشغيلة والنائب زاهر الخطيب شقيق الشهيد ظافر الخطيب، رغم أنه كان منخرطا في الحزب التقدمي الاشتراكي. بهمني أن أؤكد أن الخط السياسي الذي عبرت عنه في المجلس النيابي أو من فوق المنابر الإعلامية أو الشعبية كان ثمرة العقل الجماعي لرابطة الشغيلة، مش ثمرة فرد، مش اجتهاد فرد. انخراطي في رابطة الشغيلة جاء تدرجا كما قلت، ولكن انحسمت الأمور كليا يعني علنا بعد كما أشرت انسحابي من جبهة النضال وعدم ملازمة ومواكبة اجتماعات الحزب التقدم الاشتراكي اللي أقر أو وافق على وثيقة 13 النيابية. هذا من حيث إذن التوقيت. طبعا زاهر علاقته بالرابطة نشأت أول شيء بسبب ظروف العلاقة بينه وبين ظافر. ظافر شقيقه لزاهر، وبالتالي منطق التواجد
يعني والاحتكاك العائلي بيخلق يعني احتكاك، فبدأت تنشأ صلات فكرية وصلات سياسية تقريبا من تأسيس الرابطة. لكن عمليا كان زاهر عضو بالحزب، عضو بقيادة الحزب التقدم الاشتراكي، نائب رئيس الحزب لتاريخ وفاة كمال جنبلاط. بعد وفاة كمال جنبلاط أصبح عضو بقيادة الحزب بس بدون ما يكون نائب للرئيس. بدأت تظهر خلافات بينه وبين الحزب التقدم الاشتراكي، بدأ في حكي في أوساط الحزب التقدم الاشتراكي عن ازدواجية لدى زاهر، يعني بمعنى ازدواجية أنه مع الرابطة فكريا ومع الحزب وأنه عم يستغل وجوده بالحزب إلى آخره. من حيث كوني نلت ثقة الرفاق لأحتل مسؤولية أو موقع أن الأمان العام، أنا شخصيا والتنظيم برمته على قناعة بأن القيادة ينبغي أن تكون جماعية، وفي أيام الشهيد ظافر كانت جماعية، وعندما انخرطت أنا أيضا في رابطة الشغيلة القيادة كانت جماعية. وتطورت العلاقة بينهما إلى أن جرى تعيين الخطيب من قبل اللجنة المركزية للرابطة أمينا عاما لها عام 1984، متخلية بذلك وللمرة الأولى عن مبدأ القيادة الجماعية. مع تطور الأحداث واندلاع انتفاضة السادس من شباط الشهيرة ضد حكم الرئيس أمين الجميل، شاركت الرابطة بفاعلية إلى جانب القوى الأخرى كحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي في الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط اتفاق 17 أيار ورفع السيطرة الأمنية والسياسية للرئيس الجميل عن المنطقة الغربية في بيروت والضاحية الجنوبية وصولا حتى الجبل. أنا اخترت الاستشهاد لأنه هذا انتحار سياسي، أنه واحد اليوم بمحطة تاريخية محدد يقول نعم لصلح مع إسرائيل. أنا بستعد يعني أني استشهد، أفضل من الانتحار بيكون. طبيعي كان وارد أنه أنت لوين بدك تروح؟ أمريكا ماشي، اتفاقية شولتز كان اسمه، اتفاق 17 أيار، كانوا الأمريكان والأوروبيين وباستثناء سوريا كانت كل الأنظمة العربية مع، وفي الداخل طبعا أمين جميل كرئيس جمهورية والنظام والفعاليات اللي غطت اتفاق 17 أيار، كل الزعامات من كل الطوائف ومن كل المذاهب. هذا بيأكد مرة أخرى عدم صحة مقولة المارونية الطائفية، ما لها علاقة المارونية الطائفية. مع توسع دائرة العمل المقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، انخرطت رابطة الشغيلة ضمن إمكاناتها المحدودة في عمليات المقاومة، لكنها ساهمت بفاعلية في المجال الإعلامي من خلال إذاعتها صوت الثورة العربية التي تحولت في مرحلة لاحقة إلى صوت المقاومة الوطنية التي شكلت منبرا إعلاميا مهما ناطقا باسم المقاومة، بالإضافة إلى مطبوعاتها صوت الشغيلة ومن ثم الحقيقة. من لحظة التأسيس كنا مقدرين أهمية الإعلام ودور الإعلام، يعني عكس القوى السياسية الأخرى. لذلك من أول لحظة التأسيس أصدرنا صوت الشغيلة أسبوعيا، كنا نوزعها سرا، يعني كانت تتوزع سرا، نوزعها بالجامعات، بنحطها بالجوارير التلاميذ يعني الطلاب إلى آخره. بس شوية تراجع يعني حضور السلطة وصار عندنا حرية، لأنه تعرفي سابقا ما فيك تطلع جريدة، انتقلنا من الأسبوعي إلى اليومي جريدة يومي. بعد شوي لما صرنا قادرين نعمل إذاعة، عملنا إذاعة قبل 82، الإذاعة عملنا أول ما بدأت باسم صوت الثورة العربية، بلشت بال 79، يعني حتى أثناء الثورة الإيرانية كنا نحط أناشيد ثورية إيرانية إلى آخره. وطورت العمل لبين ما وصلنا إلى التلفزيون. خلال فترة الثمانينات وبداية التسعينات عززت الرابطة تحالفاتها السياسية مع سوريا وباقي القوى الحزبية اللبنانية، ولا سيما مع حركة أمل، وهذا
ما مكنها من لعب دور محوري من خلال أمينها العام زاهر الخطيب، الذي تحول إلى قطب سياسي على الساحة السياسية يحسب له كل حساب. نحن كنا مدركين في حينه أنه الوقوف إلى جانب حركة أمل يعني الوقوف إلى الفريق المقاوم، وبالتالي تحالفنا مع حركة أمل بالإضافة إلى ما يمكن أن تولد الجيرة من ود، وأنه أنا والرئيس بري كأخ نشأنا في هذا البناء، نشأت أنا وياه كأخ وكنا في السراء والضراء مثل ما بيقولوا، لكن بمرحلة من المراحل كيساريين كان بعض الرفاق تعرضوا للضرب من قبل حركة أمل، وكان الرئيس بري يتدخل لحتى يقول له انك يا عمي اليسار ما هو مع المقاومة، هني الوحيدين اللي ماشيين مع المقاومة. تحالفنا مع حركة أمل بدأ في ظروف كان التحالف غرم وليس غنم، كان التحالف يرتب أعباء. المواجهة اللي صارت بين حركة أمل و بعض المجموعات الفلسطينية، وسواء منها اللي كان على صلة بالعراق بتلك الفترة بالثمانين يعني 81، كانت الرابطة بالمربع اللي هي موجودة فيه بالمزرعة اللي كان الأستاذ نبيه ساكن فيها منطقة بربور، كانت الرابطة هي التي تتولى الحراسة والحماية في هاي المنطقة. وأنا بتذكر سنة 80 يعني شخصيا وضعت إيدي على محاولتين لاغتيال الأستاذ نبيه بهالمربع الأمني. فالعلاقة مع حركة أمل بهاي المرحلة كانت أعباء يعني، ولم تكن مصدر لعائدات إيجابية معنوية أو مادية. المنطلق الحقيقي فيها مثل سبق وأشرت هو أولا قناعة الرابط أن التيار اليساري العربي ابتعد كثيرا عن جذوره التاريخية وعن بيئته التراثية. حركة أمل في ثلاث أبعاد للعلاقة اللي قامت بينها وبين رابطة الشغيلة. البعد الأول حركة أمل وتحديدا الأستاذ نبيه بري مع رئاسته للحركة بال 78-79 على ما أذكر، أخذت توجه معادي للطائفية متمسك بمبدأ الدولة المركزية العادلة الديمقراطية في كل لبنان، وهي نقطة لقاء بالتصدي لاستمرار الحرب وحلقة العنف الطائفي. نقطة الثانية، حركة أمل تصدت للتجاوزات اللي أقامتها سلطة الهامش مثل ما ذكرنا، وهذه نقطة الرابطة كانت أساسية بتوجهاتها وممارساتها منذ تأسيسها منذ بدايات الحرب الأهلية. ثلاثة، حركة أمل كانت هويتها واضحة في القتال ضد العدو الصهيوني. يعني سنة 82 كانوا شباب الرابطة وشباب حركة أمل عم بيقتلوا سوا بكل المواقع في مواجهة العدو الإسرائيلي. أنا بتذكر مثلا بال 81 كنت عم وزع الجريدة صوت الشغيلي بمنطقة الأوزاعي، واعتقلت من عناصر حركة أمل بمكتب الأوزاعي، وأنا راجع على المركز ببربور بلتقى بالأستاذ نبيه بالصدفة الحقيقة، طالع شو شايفك راجع بكير اليوم، يعني بالعادة أنا بتأخر لأنه بعمل ندوات بعد التوزيع. قلت له يعني صار معي هيك شغلة بسيطة، حس كأنه في شيء بخصه يعني. قال لا بدك تقول لي شو في شيء بخصنا نحن. قلت له والله بخصكم يعني. قال شو الموضوع؟ قلت له أنا عم وزع الجريدة بالوزاعي، صار وقفونا الشباب شلحونا الجريدة وأكلنا قتلي. فعلا وقتها أصر أنه لا بدك تطلع معي هلا بنروح على الوزاعي. قلت له مش مشكل فيك تعالجها يعني وقت لاحق، وأنا مش ما بتعني لي بشكل شخصي المسألة شيء يعني، حق الشخصي متنازل عنه بهالموضوع. كان إصراره أنه لا، أنه أنا بدي ثقف الحركة بأنه لديها حلفاء عليها أن تتهيأ للتعامل معهم وأن تتقبلهم كما يتقبلوها، ولذلك أنا معني أنك هلأ تطلع معي ونطلع لهونيك ويفهموا الشباب. وفعلا أصر، طلعنا لهونيك جمعهم، أصر أنه ينزلوا يوزعوا الجريدة معي. مع نجاح الوساطات العربية أواخر الثمانينات في حمل الأطراف اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في الطائف في السعودية، لعب النائب زاهر الخطيب دورا هاما ومميزا في تلك المفاوضات التي انتهت إلى توقيع النواب اللبنانيين على وثيقة الوفاق الوطني التي أرست السلام والأمن في لبنان. طائف إجا ثمرة موازين قوى،
محددة، يعني لا أحد يستطيع أن يزعم أنه كان عرابا، يعني لا أنا ولا أي نائب ولا رئيس المجلس النيابي. معروف أنه الطائف كان إحدى المحاولات في الساحة المطروحة لإيقاف الحرب، وبالتالي بموازين القوى الطائف إذا بدك العراب الأساسي كان الذي يريد أن يكرس السلم الأهلي ويقر بعض الإصلاحات التي تستجيب لحاجات الشعب كانت سوريا، طبعا مع سائر الأنظمة اللي بشكل أو بآخر يعني كانت من الفريق لإيقاف الحرب، والتوازنات التوازنات الداخلية اللي أنضجت قضية الطائف. التوازنات الداخلية يعني ما حصل في الشرقية من صراعات، يعني عم نسميها مع أنه المصطلح طبعا طواز زمن، ما في قصة شرقية وغربية، بس بالشرقية لمن عاشت هذه الصراعات واللي أكدت أنه الصراع في أساسه لم يكن للحظة من النهار صراعا طائفيا. زاهر الخطيب فاجأ الجميع باللهجة العقلانية التي تحدث فيها، وألقى كلمة في المؤتمر، يعني بتذكر أنه حتى المملكة السعودية اللي ما كان للرابطة علاقة مباشرة فيها عبرت عن تقديرها لمضمون ما تحدث فيه، تأكيدا على أهمية الوفاق الوطني، أهمية استعادة وحدة الدولة والأرض والشعب، وأهمية وحدة الخيارات الكبرى بروح وفاقية، يعني بروح أنه لا يمكن أن تعقد تسوية إلا بتنازلات. هذه التنازلات المطلوبة للتوصل إلى إنهاء الحرب وحلقة العنف لا يجب أن تطال أساسيات وجود الوطن، لكن ما له طابع فئوي مش لازم يتحول للغم ينسف إمكانية الحل. فلعب دور كبير في هذا الاتجاه، وبتذكر أنه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي خصه بتسجيل يعني خاص لمداخلته وقتها، وبلغوا تحيات الملك فهد وتقدير الحكومة السعودية للموقف اللي أخده. تزامنت مرحلة الطائف مع تأسيس رابطة الشغيلة لأول تلفزيون فيما كان يعرف بالمناطق الغربية، شكل في مرحلة ما منبرا إعلاميا للقوى الوطنية واليسارية والإسلامية. لكن هذا الحدث الإعلامي بالنسبة للرابطة قدر له أن يترافق مع هزة داخلية جديدة تمثلت بخروج أحد قياديها البارزين ناصر قنديل مع آخرين في مطلع العام 1990. تركت رابطة الشغيلة، وطبعا هذا القرار كان حصيلة مجموعة من التطورات اللي بالنسبة لي رافقت الواقع السياسي العام والأبعاد الفكرية لنظرتي للعمل السياسي مع تطورات في الحياة الحزبية، بمعنى أنه مع سقوط الاتحاد السوفيتي انفتح نقاش كبير على مستوى كل التيار اليساري العالمي حول منهج العمل الفكري اليساري ومدى قدرته على فهم الواقع وتعقيداته ومقاربته وتقديم أجوبة حقيقية عليه. مع اتفاق الطائف في لبنان كمان انطرح سؤال كبير حول مدى قدرة أشكال العمل الحزبي الموروثة من الحرب على اختراق خطوط التماس التي أنتجتها الحرب في ظل القناعة المطلقة بالحاجة لجسم حزبي عابر للطوائف، أي ممتد على كل مساحة الوطن. مع التجربة الإعلامية السياسية اللي الواحد كان يعني مشارك ميداني فيها، يعني بالإضافة إلى أشكال العمل النضالي الأخرى اللي خاضها، كمان كان عم يشعر أنه في حاجة لإعادة قراءة هادئة بعيدة عن صخب العمل اليومي لإعادة تقييم لوين رايح، وبالتالي شو هي سيرة التوجه اللي بده يرسمها لنفسه. ويمكن الرفاق بالقيادة ما قدروا يقروا الأمور أنه بهذه البساطة، أنه مش معقول أبو عيسى بيترك هالدور القيادي اللي هو مسؤول الاتصالات السياسية ومحور علاقات الرابطة الداخلية والخارجية، هو مسؤول التنظيم وهو مسؤول العسكر وهو مسؤول التلفزيون والجريدة والإذاعة، أنه ممكن بهالبساطة تكون هاي هي الأسباب اللي عم يشرحها. وبعتقد هذا رتب ردة فعل يعني على الخروج. طبعا الانسحاب كان بالنسبة لي انسحاب هادئ جدا، يعني أنا
رغم أنه شركة التلفزيون وملكية امتياز الجريدة وسواها كانت باسمي الشخصي، يعني ما كنت بحاجة حتى أني أحكي مع حدا لحتى أعمل عنها يعني توكيل قانوني باسم الأستاذ زاهر، ولا حتى كنت بحاجة أني أفتح مجال لحدا من الشباب اللي بيعتبروا يمكن رمزية وضعي تجاههم بتعني لهم أنه اترك له مجال أنه أنا بدائرة البحث بانشقاق أو بفتح تنظيم، أو لم يكن هذا الأمر هو ال... انخرطت رابطة الشغيلة كسائر القوى اللبنانية في مسيرة الطائف، ونالت ترخيصا رسميا من وزارة الداخلية عام 1990، وشاركت في أول انتخابات نيابية تجري في ظل اتفاق الطائف عام 1992 بشخص أمينها العام زاهر الخطيب عن دائرة الشوف، حيث أعيد انتخابه ضمن لائحة جبهة النضال الوطني بزعامة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. جينا من الطائف، وضعنا برنامج، وثائق برنامجية تناولنا فيه كرابطة شغيلة طبيعة الدولة في الجمهورية الثانية وشو المهام المطروحة للانتقال إلى الجمهورية الثالثة. ولما صارت انتخابات 92 وضعنا وثيقة برنامجية ما هي المهام المطروحة للانتقال من الجمهورية الثانية إلى الجمهورية الثالثة، يعني كيف نوفر شروط تطبيق المادة 95 من الدستور التي عدلت في الطائف والتي قيل أنه ينبغي في مرحلة انتقالية أن نحقق توازنا بين الطوائف على مستوى السلطة الإجرائية، على مستوى المجلس النيابي، على مستوى موظفي الفئة الأولى، وكيف ينبغي أن نشكل الهيئة من رؤساء الجمهوريات، من رئيس الجمهورية ورؤساء الجمهوريات السابقين وكذا لنلغي الطائفية السياسية. وجدنا البرنامج، شو طرحنا مرة أخرى؟ التنظيم مبرر وجوده الإجابة على المشكلات. شو المشكلات اللي كانت قائمة؟ كانت المشكلات القائمة طبيعة الدولة هلأ بالجمهورية الثانية. شو عملنا؟ هل تقدمنا؟ نحن نعتبر خطوة إلى الأمام، ولكن مش الخطوة الأمثل. ينبغي أن نستنفذ تطبيق ميثاق الوفاق الوطني، أن نصحح ما جرى الانحراف عنه، وأن نستكمل بقانون انتخابي عصري يكون لابن 18 الحق بالانتخاب إلى آخره. دخلت رابطة الشغيلة لأول مرة في تاريخها إلى الحكم من خلال اشتراك أمينها العام زاهر الخطيب في حكومة الرئيس عمر كرامي كوزير دولة للإصلاح الإداري، وكانت للخطيب مساهمة أساسية في وضع مشروع للإصلاح الإداري في لبنان اعتبر إنجازاً لما تضمنه من بحث دقيق ومفصل وعلمي لكيفية النهوض بمؤسسات الدولة وتفعيلها من خلال إطلاق ورشة لإعادة البناء الوطني وإصلاح شامل على مستوى المجتمع والإنسان. بوثيقة الإصلاح الإداري تناولت كل الأسباب التي تكمن وراء الخلل في الإدارة، وقدمت مقترحات أقرت كلها هذه الاقتراحات أقرت كلها في مجلس الوزراء، وقدمت لمجلس الوزراء ما يتناغم مع برنامجي عندما مارست مهمتي كنائب ومع رؤيتي البرنامجية كوزير، يعني فقدمت مذكرة لمجلس الوزراء لدعم حق المقاومة، واضحة هون، وتعزيز العلاقة مع سوريا خطيدة. وكمان من يتصفح هذه الوثيقة، هاي الوثيقة كمان تعبير عن رؤيتنا الإصلاحية، واللي فيها ننتقل بشكل واضح إلى أنه الإصلاح الإداري كناية عن ورشة عمل على مستوى الإنسان والمجتمع ككل. فكانت اقتراحات على الصعيد الصحي وعلى الصعيد الاقتصادي ورفض واضح للخصخصة اللي هي سمة حركة الحكومة، وعلى الصعيد التربوي إلزامية التعليم المجاني والاعتناء بالجامعة، وعلى صعيد حقوق المرأة ورد الاعتبار للإنسان والمجتمع بصفتها امرأة هي وليست
يعني فئة، إنما هي إنسان. وعلى صعيد الوطني برمته، وعلى صعيد الإنسان والانتقال من أخلاق الحرب إلى أخلاق السلم. مع تولي الرئيس رفيق الحريري رئاسة الحكومة لمرات متتالية، اتخذت رابطة الشغيلة موقف المعارضة القوية، والتي لطالما عبر عنها النائب زاهر الخطيب أمام البرلمان، كما عبرت عنها الرابطة عبر ما كانت تمتلكه من وسائل إعلام حتى العام 1994. كما دعمت رابطة الشغيلة التحركات العمالية والنقابية بقوة توازي قوة معارضتها للرئيس رفيق الحريري. ولطالما سار النائب الخطيب شخصيا في التظاهرات العمالية الاحتجاجية. في المرة الأولى التي شكل فيها الرئيس الحريري حكومته، الحقيقة أنا من الذين منحوا حكومة الرئيس الحريري الثقة مشروطة، يعني وهذا في مناقشة البيان الوزاري واضح، وكان مشروط منحي للثقة بشرطين أساسيين. أولا، يعني أنا في ذلك الحين لم أشأ مرة أخرى أن أقدم الصورة القصوية، يعني غيري إذا بريد يقدم نفسه بصورة قصوية، البلد ما بيحمل يعني سوى معالجات علمية موضوعية لإنقاذه، لأنه في مدرستين هلأ مطروحتين. في المدرسة اللي بتقول خليها تخرب وبعدين بنشوف شو بنعمل، وفي المدرسة الثانية وأنا معها اللي بتقول قبل أن تخرب الأمور، يعني قبل أن تنهار الأمور ينبغي معالجتها، وهناك إمكانية للمعالجة. استطاع النائب زاهر الخطيب أن يحافظ في العام 1996 على مقعده في البرلمان على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي، لكنه لم يستطع ذلك في انتخابات العام 2000، بعدما رفض رئيس الحزب وليد جنبلاط ضمه إلى لائحته هذه المرة، فخرج زاهر الخطيب من الندوة البرلمانية لأول مرة منذ 1972. أساساً رؤيتي مثل ما قلت للمجلس النيابي أن تكون الكرسي النيابي في خدمة البرنامج وليس البرنامج في خدمة الكرسي، وبالتالي في كتار ممكن يغيبوا برامجهم ليوصلوا للكرسي. أنا بتقديري هذه فرص طرحت وجرت المقايضة عليها، وفي عهد الرئيس لحود أنه المعادلة لا تسمح ربما بأن تكون نائبا، فما تترشح بشو مثلا، أو أعمال وزير، أو نزال بجنوب، أو وأعلن ذلك حتى الرئيس بري مرة، وحتى السيد حسن نصر الله ما أخفى علي بعلبك الهرمل قال لي أنت نعتبرك من المدافعين عن المقاومة، والرئيس بري مرة بحضور حتى فخامة الرئيس، يعني بس فات قال لي شو القصة أنت بجنوب. يعني طبعا أنا الأمور منا مطروحة أن يكون نائب أو ما كنا، مش هذا ليس تزهدا، بس المسألة إذا بده يقدم الواحد تنازلات مبدئية للوصول إلى الكرسي، عندها ما بعود في مبرر يكون نائب، يعني ما بعود في مبرر مطلقا يكون نائب. بهالمعنى أي تحالفات كانت قامت مع أي فريق كان، كنت أنا حريص على ألا أقدم أي تنازل، وبالتالي حتى بالمراحل اللي تحالفت فيها مع وليد جنبلاط بال92 أو بال96 كنت أنا عم مارس موقف النقدي والمعارض للحكومة، وأنا بذكر مزقت البيان الوزاري، أول بيان وزاري لرئيسة لحكومة الرئيس الحريري كانت بال96 بذكر، يمكن بعد الانتخابات مباشرة، وكنت يعني كنا في جبهة النضال يعني وحلفاء، وكان في وزيرين لجبهة النضال، ومع ذلك حجبت الثقة ومزقت البيان الوزاري واستمريت بمعارضتي. أنا المهم أن لا يكون هناك أي قيد على إرادتي ورؤيتي البرنامجية في التعبير عنها. اليوم وبعد أكثر من ربع قرن على قيامها،
تعيش رابطة الشغيلة حالة ضمور وتراجع كبيرين بعدما عجزت الروابط التي جمعتها عن الصمود في وجه الأزمات والمتغيرات، وبعدما شهدت انسحابات وانشقاقات متلاحقة أخرجت معظم نخبها وكوادرها، فإذا بها خارج دائرة المد الشعبي وخارج إطار الندوة البرلمانية وخارج الحكم. فهل الرابطة أمام مأزق؟ هي اليوم تتحرك على مستويات عدة. تتحرك أولا على مستوى التحضير لمؤتمر ليجري تقييم عام لمسيرتها منذ آخر مؤتمر عقدته حتى اللحظة. اثنين، هي اليوم في صلب التحرك القومي من خلال التمهيد لبلورة لجنة لبلورة لتجسيد مهام لجنة المتابعة اللبنانية الفلسطينية لدعم المقاومة والانتفاضة والعودة، وهي اليوم على المستوى الاقتصادي الاجتماعي تتحرك على محاور ثلاث: المحور الأول محور شعبي، والمحور الثاني محور على الفعاليات، وكان آخر تحرك على غبطة البطرك بعد طبعا زيارة فخامة الرئيس، والمحور الثالث على مستوى صياغة يعني تحالفات على قواعد مبدئية تتبنى البرنامج المذكرة التي قدمت للمسؤولين كافة، والتي تتضمن إجراءات إنقاذية ينبغي استعجالها قبل حصول حالة الانهيار، لأننا في دائرة الانهيار ونحن مع المدرسة التي تقول قبل أن يسبق السيف العزل ينبغي أن نسارع بحل المشكلة الاقتصادية الاجتماعية. بكل الأحوال سؤال واحد يطرح: ما هو مستقبل رابطة الشغيلة؟ وهي التي قامت ردحا من الزمن على رابطة العقيدة، فهل ما تزال العقيدة حية ومحمية؟ أم أن الزمن تجاوزها إلى ما هو واقع اليوم من متغيرات وتحولات مذهلة في المفاهيم والأفكار؟ فأين الرابطة من كل هذا؟